للاسف. طب كيف يعني ممكن او يمكن اننا ان شاء الله لا يقرر او لا نتعرض مره اخرى لمثل هذه يعني التصرفات في اولمبياد فرنسا 2024؟ ولا الموضوع ملوش علاقه وما نقدرش ان احنا نحكمها؟ يعني خليني برضو افهم حضرتك شايفها ازاي. لا المفروض ان في لجنه حكام دوليه المفروض ان تحاسب طبعا حاسب على التصرف دوت. والراجل والحكم ده احد اعضاء للاسف احد اعضاء لجنه الحكام الدوليه. لابد ان لازم نرجع لصوت المباراه ولازم اللجنه الاولمبيه المصريه تخاطب اللجنه الاولمبيه الدوليه على التصرف ده. وانا طلبت دوت على صفحتي على الفيسبوك ولازم ان في محاسبه للكلام ده. ما ينفعش ان انا دوله لاعب يصرف عليه ملايين ودوله وراه وناس وراه يخش حكم متحيز يعمل كده في لعبه. لا ده في زغاريد. انا سمعت الزغاريد من هنا لو الهواء تقول لا نشوف بقى ونحضر الكلام ده لايف بصوت وصوره عشان المشاعر كمان. كلام جميل واضح. على الهواء مباشرة لحظة بلحظة وصول اتوبيس النادي الاهلي الاحتفالي بجيانا فاروق بطلة الكاراتيه الاولمبية اللي شرفت الاهلاوية والمصريين في كل مكان. لحظات وصول الاتوبيس بمن فيه الى القرية الاولمبية في المعادي. وطبعا يعني الصورة بليغة قوي والفرحة طاغية قوي جدا جدا. حاجة 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 تسعد كل الناس الحقيقة. اكيد والله هي دي بقى اللحظة أصلاً اللي كل الأبطال يعني عايزين يوصلوا ليها في النهاية واللي كلنا كجمهور وك يعني مصريين عايزين نشوفها في الآخر. هي دي اللحظة المنتظرة الجميلة اللي يعني لحظة الاحتفال لحظة النجاح. يعني حاجة بجد أعتقد أنا يعني مش أعتقد أنا متأكدة أن كل بيت دلوقتي بيتابع هذه اللحظة شاعر أن فعلاً ابن من أبنائه هو البطل هو اللي رفع اسم مصر في الخارج. فبص تلاقي أعمار مختلفة ونفس لا تنتمي خالص مثلا لجيانا من فكره قرايب او غيره ولكن الناس كلها مبسوطه. انا اعتقد ان المردود اللي هيعود على لعبه الكاراتيه وفي النادي الاهلي وفي مصر كلها من المنظر الموجود ده هيبقى كبير جدا. طب احنا على فكره المفروض يعني طبقا كمان للكلام اللي سمعناه من دكتور مراد والكلام اللي حضرتك تفضلت بيه في لقائنا معاك النهارده المفروض ان اللحظه الحلوه دي تتكرر كتير بعد كده طالما احنا عندنا يعني هذا كم من الابطال الواعدين طالما احنا عندنا التصنيف العالمي اللي واصل للمرتبه اللي حضرتك كلمتنا عنها من شويه. ايه المانع بقى ان احنا نتسيد العالم اصلا في الرياضه دي طالما الوضع عندنا في مصر على ما هو عليه؟ والله احنا حضرتك احنا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا من احسن اربع دول في العالم في لعبه الكاراتيه. واحنا تسيدنا العالم في 2011 في ماليزيا تسيدنا العالم في 2013 في اندونيسيا ما اعتقد كنا غلطان يعني وفي 2019 في تشيلي جبنا برضه ترتيب عام اول. فمصر في مرحله الناشئين وشباب 21 احنا الاول على العالم. اللي حضرتك بتقوله ده بقى على فكره بالمناسبه يعني يخلي ان في حاجه مش مظبوطه حاصله طالما الوضع بالشكل ده. طب فين الرعاه اللي تدعم؟ فين الاعلام اللي يلقي الضوء؟ يعني مش بنتكلم بقى على حاجه بنحاول نساعد في صناعه النجاح فيها، لا دي حاجه ناجحه لوحدها هي ناجحه خلقها. رعاه هتيجي منين من غير اعلام؟ الراعي ده حضرتك عايز اعلام عشان يبقى يعمل دعايه من خلاله. فالرعاه موجودين لكن لازم يكون في قبليه اعلام. عشان الاعلام هو اللي يدعم فالرعاه بتيجي ورا الاعلام.
لكن احنا عندنا ابطال، عندنا ابطال كتير جدا. يعني خلينا ما نجمعش في فكره الاعلام، لان في اعلام فعلا بيهتم برياضات كتيره وبابطال، ولكن انا مع حضرتك لسه الوضع مش زي ما احنا بنامل، عايزين اهتمام ربما اكثر من ناحيه الرعاه. ايضا في بعض الالعاب الفرديه على الحق يقال بقى فيها اهتمام من قبل الرعاه، شفناها مؤخرا دي حتى في السكواش على سبيل المثال، لان اللعبه دي فعلا يعني وصلت لرانكينجز عظيمه جدا فيها مصر، فابتدى الوضع يختلف شويه. لكن يمكن انا يعني هتفق مع حضرتك في دي، ان كانت الاول الالعاب الجماعيه وتحديدا كره القدم، دلوقتي ابتدت الثقافه تختلف، لان كمان البطولات والميداليات بقت افضل بكتير كمان في الالعاب الفرديه، فده امور مبشره الى حد بص كبير. بص انا طبعا بتكلم في يخص الكاراتيه اكتر، يعني طبعا بدا الرعاه يجوا الكاراتيه، يعني ديانا عندها راعي الروابط بعد ما دخول الاولمبياد الكاراتيه، بعد الكاراتيه دخلت الاولمبياد في 2018 في طوكيو، هنا بدا الرعاه بداوا يدخلوا الرعاه اللعيبه، لكن قبل دوت ما كانش فيه رعاه، يعني لغايه 2018 كان ديانا مش عندها اي رعاه ولا اي حاجه، ومع انها واخده بطوله عالم 6 مرات قبل كده، لكن عشان في ضغوط جامد على طوكيو وفي اعلام هيبقى موجود، في ثقافه اتغيرت بالظبط، في اهتمام من قياس سياسي مختلف. تمام، واعتقد الفتره الجايه هيبقى الموضوع مختلف، اعتقد الفتره الجايه هيبقى في رعاه كتير جدا للعبه الكاراتيه، وخصوصا ده بقولنا بعد تصريح 6 رئيس.